أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التحليل البيئي، الوحدة الثالثة، الغلاف الأرضي، ونواصل شرح محتويات هذه الوحدة. تركيب الغلاف الأرضي، وكما ذكرنا من قبل هنالك طبقة سطحية تحت التربة وطبقة الأم، ونواصل شرح بالتفصيل لكل طبقة من هذه الطبقات. أولا الطبقة السطحية السيرفيس سويل أو التوب سويل، وهي الطبقة التي تغلف الأرض ولا يتجاوز عمقها عدة سنتيمترات. معظم الكائنات الحية تعيش في هذه الطبقة. معظم الكائنات الحية تعيش وين؟ في هذه الطبقة. تحتوي على الدبال الهيومس والهيومس، وهي بقايا مادة الهيومس أو الدبال، هي بقايا النباتات والحيوانات التي تعتبر مصدر للمادة العضوية، التي تعتبر مصدر للمادة العضوية. تحدد المادة العضوية خصوبة التربة. تحتوي هذه الطبقة على كثير من العناصر مثل الأكسجين، الأكسجين، السيليكون، على السيليكون وهذه رموزه، والألومنيوم وهذا رمزه، والحديد هذا رمزه، والكالسيوم والصوديوم هذه الرموز، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتحدد أيضا مادة الدبال كما ذكرنا هنالك الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة، وبالتالي تحدد خصوبة التربة. إذن مادة الدبال مهمة جدا في تحديدها لخصوبة التربة، لأنها تحدد الخواص الفيزيائية والكيميائية للتربة. هنا صورة السطح بشكل واضح، إنه التربة السطحية وما تحتوي من حياة للكائنات الحية التي تعيش فيها. الطبقة تحت التربة sub soil layer، وتقع تحت الطبقة السطحية surface layer، بها قليل من بقايا الكائنات الحية. وهي الحيوانات والنباتات عند مقارنتها بالطبقة السطحية اللي أعلى منها. طبقة الصخرة الأم أو ما يسمى solid layer أو البيد روك وهي الطبقة الثابتة التي تتكون منها التربة، وهي أقل عرضة لعوامل التعرية. وعوامل التعرية هي مثل الحرارة والرطوبة، الحرارة والرطوبة والرياح، ثلاثة عوامل من عوامل التعرية، وتختلف حسب نوعية الصخر وتكوينه الجيولوجي من مكان إلى آخر.